فيديو النهاردة هيكون فيديو مفضلات شهر 5. هتكلم معاكم عن الحاجات اللي حبيتها والحاجات اللي ما حبيتهاش خلال شهر 5. هو اكشلي مش شهر 5 بس، هو كمان شهر 4، بس انا ما عملتش فيديو مفضلات لشهر 4 عشان كان في رمضان. فهتكلم معاكم النهاردة عن الحاجات اللي انا حبيتها والحاجات اللي ما حبيتهاش. سو بليز قبل ما تبتدي الفيديو ده متنسوش تعمل لايك للفيديو، وكمان تعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلوك كل الفيديوهات الجاية، كمان فولو معايا على انستجرام وتيك توك، بسيب اللينك تحت في الديسكربشن بوكس. انا اسفه على الاصوات اللي بره دي، بس هما بيشتغلوا في الشارع وبيشتغلوا اصلا من الساعه 7 بالليل، دلوقتي الساعه 1 لسه ما خلصوش، فانا مش عارفه اصور امتى، فمعلش لو سامعين كده يعني صوت حاجات مكان وحاجات كده مش هقدر ان انا اغيرها للاسف يعني، فمعلش استحملوني الفيديو. خلينا نبدا المره دي بالروج، وهي اول مره ابدا بالروج، بس انا حبيت الروج ده جدا، يمكن ده الروج الوحيد اللي معايا هو وليب جلوس كمان. بس الروج ده اصلا هو اللي انا حاطاه النهارده، تحسوا ان انا حاطه اصلا ليب جلوس مش روج. انا حبيته جدا لان اول ما حطيته فكرته هيبقى روج عادي مش ليب جلوس، بيدي نفس الايفكت بتاع الليب جلوس. حتى لو لاحظتوا في يعني في الكاميرا هتلاقوه بيلمع كده، لمعه الليب جلوس، اللمعه اللي فيه حلو قوي، واللمعه اللي بيديها على الشفايف حلو قوي، يعني هو كانه ليب جلوس وروج في نفس الوقت، فعجبني جدا. وده من كيكو اسمه او درجته 508، واللاين نفسه اسمه جيلي ستايلو، حلو جدا جدا يعني. بصوا ينفع كمان حتى للصبح، وينفع ان انت تروحي بيه مثلا الجامعه والحاجات دي كلها، حلو جدا عجبني قوي. اللي عجبني هو الليب جلوس ده من ميبيلين اللي هو الليفتر جلوس، واستخدمته كتير جدا بحبه قوي. هو في نفس الوقت بيديكي يعني لمعه الليب جلوس، وهو مش شفاف، هو بيديكي لون، فدي برضو حاجه حلوه قوي، يعني اللون كمان قوي جدا، فحلو ان انت تستخدميه كليب جلوس وكروش في نفس الوقت، حلو جدا، ريحته حلوه، احساسه حلو على الشفايف، بيدي زي كده تنميله او زي وغز بسيط كده، عشان يعني قال يعني يحسسك ان هو شفايفك منفوخه وكده، بس هو ما بينفخش الشفايف. هو عموما لما انت تحطي ليب جلوس على شفايفك بيديكي احساس ان انت شفايفك اكبر شويه من الروج المات، بس هو ما بينفخش الشفايف ولا حاجه. يعني الدرجه اللي معايا دي رقم 005 اسمها بيتل، حلوه جدا برضو، حلوه قوي على بينك كده، على موف، حلوه. حاجه من الحاجات اللي انا حبيتها جدا جدا جدا، ومن يعني تقريبا خلصته خلاص، ما عادش فيه حاجه هتشوفوه فيديو الايمتز اللي جاي. بصوا انا كمان شلت الاستوبر اللي جوه واللي هي بتبقى موجوده هنا دي، ويعني فضيته كله على اخره، يعني ده اللي انا مستخدماه النهارده. الكونسيلر بتحطي منه نقطه كده بيبقى فول كفر، يعني بصوا حط نقطه كده بيغطي وبيفرد على تحت العين، يعني بيغطي مساحه كبيره، انا مش محتاجه تاخدي منه كتير، بيقعد فتره طويله جدا معاكي. اي نعم سعره غالي، بس بيقعد فتره طويله، الكفرج بتاعته خياليه تحفه جدا، ومش بيخطط تحت العين او بينشف تحت العين زي تارت شيب تيب. ده حلو جدا، ده من البنفيت، اسمه بوين كيكليس كونسيلر، الدرجه اللي معايا دي رقم 6، بس طبعا هي جايه كده على السفير، لازم اكون حاطه فول ميك اب عشان تبقى حلوه، لو انا هحطه لوحده لازم اجيب درجه افتح من دي. كمان من الحاجات اللي عجبتني، انا في ناس كتير زمان شفتها بتتكلم عنه ان هو مش حلو وان هو باودري قوي، ومش عارفه كانوا بيتكلموا على الاديشن القديم او الشكل القديم اللي هو كان في علبه بيضه، بس ده من لون اللي هو البرونزر بتاعهم، دلوقتي عملوه في علبه، يعني الباكجينج بصراحه احلى كتير، والعلبه بتاعته ده شكله، العلبة بتاعته بقت سودة. بصوا هو فكرته ان هو برونزر وهايلايتر في نفس الوقت، بس كان في ناس بتقول ان هو ما بيطلعش واللون مش قوي، مش بيطلع على مش بيبان على الوش وكده، بس انا لما جربته بصراحة كان باين على وشي وطلع عادي، يعني استخدمته كتير وبصراحة حلو، يعني عجبني، مش لا يعني كنت متوقعة كمان ده الجزء الهايلايتر، هو مش قوي ولا حاجة، بحب احطه على مناخيري او اخلطهم هما الاتنين مع بعض واعمل بيهم، بس بصراحة عجبني، يعني كنت محبطة من تجربة الناس عليه، بس لا عجبني. دي الدرجة رقم 1، لان الدرجة رقم 2 عندهم عاملة على طين كده، مطينة حرفيا، فهي طبعا مش هتليق على لون بشرتي، بس هتليق على ناس تانية، بس رقم 1 هي الافضل عليا. شفت البرونزر بقى، في من احلى البرونزرز اللي انتم ممكن تجربوها في حياتكم، البرونزرز بتوع كيكو، حلوين يا جماعة جدا جدا، يعني روحوا عند كيكو خدوا لكم واحد بجد تحفة، كل الانواع اللي انا جربتها من عند كيكو البرونزرز حلوين، وهم دايما كل شوية يغيروا الباكجينج وينزلوا حاجات جديدة وكده. اللي معايا ده المرة دي ده شكله، ده كان تقريبا في الصيف قبل اللي فات حاجة زي كده، بس انا جبته الصيف اللي فات وكانوا عاملين عليه سيل، كنت جايباه تقريبا ب 40 درهم، هو اصلا اول لما نزل كان سعره 115، ف
فاللي هو بيعمله على الحاجات القديمه سيل كبير قوي. الدرجه اللي معايا دي رقم 3 اسمها دولتشي فيتا وهو بيكد برونزر. بصوا دي اغمق درجه وانا كنت متوقعه ان انا ايه هجيبها هتطلع غامقه لانها درجه رقم 3. بصوا الحلاوه بجد يعني، بصوا تحسوا ان هو عامل زي الزبده، طبعا في شيمر وشيمر واضح يعني بيدي لمعه كده على الوش، حلو قوي قوي قوي. ومجرد بس ما بفتح العلبه كده، طبعا هو بيجي معاه مرايه برده عشان لو حابين تبصوا فيها يعني، بس انا ما بستخدمهاش. اول ما بتفتح العلبه بتشموا ريحه حلوه قوي، بتشموا ريحه تحفه جدا. برده كان في نفس الريحه دي كانت موجوده في اللي هو اللاين بتاع التوسكان سانشاين، كان نفس الريحه دي موجوده فيه. ريحته تحفه، مجرد بس ما فتحت العلبه بشم الريحه، ريحته حلوه قوي، البلندبيلتي بتاعته حلوه قوي، اللون بيطلع بسهوله، بيدي لمعه وجلو حلو قوي للوش، بيبقى حلو كمان في الصيف. وبصوا كميته كبيره جدا يعني، كميته بتقعد عمرها ما هتخلص 20 جرام، فكتير جدا على برونزر. بس كمان من الحاجات اللي حبيتها واستخدمتها كتير قوي الشهر ده واللي انا مستخدماه على وشي النهارده اللي هو البلاشر ده من ريفولوشن، متهيألي باين عليه يعني الاجهاد. البلاشر ده اسمه بلاشر ريلودد من ميك اب ريفولوشن، ومعرفش الدرجه تقريبا اسمها لاف ستراك تهيألي يعني، ده شكله. بصوا واللون بتاعه من جوه، هو على فكره ده اللي انا حاطاه النهارده، اللون بتاعه كده بيتشي على هنت بينك خفيف، تحفه يا جماعه، بيطلع حلو على الخدود يعني، انتوا مش حاسين اصلا بقوه اللون. انا باخد كده كتير وبيطلع مش يعني مش بيجمنت دلوب بوم كده مره واحده، لا اللون خطير بصراحه، وبيطلع على الوش انعم بكتير من على السواتش كده. انا باخد كتير بالفرشه، فده ميزه وعيب في نفس الوقت. في ناس ما بتحبش كده علشان بتبقى عايزه تنجز، بتبقى عايزه اللون يبقى واضح من مره واحده، بس ده انا شايفه ان هو برده بيبقى ميزه في ان انت لو حابه مبتدئ او حابه انت تكتري اللون زي ما انت عايزه انت اللي تتحمم. من الحاجات الحلوه قوي في الميك اب الفيكسنج سبراي ده من اسنس. فيكسنج سبراي ده من اسنس يا جماعه، بصوا خدوه سكرين شوت كده وهاتوه على ضمانتي، مع ان انا ما بحبش اقول الكلمه دي يعني، ما بحبش اقولها علشان في ناس ممكن تجرب الحاجه ما تعجبهاش وناس تجربها تعجبها، بس يعني ده بجد من احلى الحاجات اللي انت ممكن تجربوها من عند اسنس. فجدا جدا، اولا هو من اللاين بتاع هاللوجو تستاف، اللاين ده انا كنت عملت عنه فيديو كامل كل المنتجات بتاعته استخدمتها في فيديو، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن بوكس لو حابين تتفرجوا. كانوا عاملين بيبي كريم وكانوا عاملين ماسك وكانوا عاملين سيروم، ده لاين كامل عند اسنس موجود دلوقتي في مصر منه حاجات، وموجود بره كتير يعني، موجود في الامارات كتير. انا جايباه من الامارات، جايباه من على نون الامارات، كان ب 11 درهم فكان رخيص جدا، بس بجد انا لو رجعت تاني هجيب منه مثلا 5 6، بجد حلو جدا. بصوا المست بتاعه بقى بيطلع، بصوا احلى من كيب ات بيرفكت اللي هو الموف بتاع اسنس اللي هم كانوا بيقارنوه بماك فيكس بلس. المست بتاع هو الفيكسر نفسه بتاع اسنس اللي هو الكيب ات بيرفكت كان حلو جدا، فعلا شبه بتاع ماك، بس هو المشكله بتاعته كانت في الفيكسر نفسه اللي هو الرشاش ده اللي هنا، دي المشكله. دول بقى حلوها وكمان بيطلع بريحه البطيخ، حلو جدا واحساسه حلو جدا على الوش. خدوه سكرين شوت برده لو عايزين تجربوا. وانا مش عارفه احس الاضاءه بهتانه كده ليه النهارده، بس ايه بتهيألي كده بقت احلى، مش عارفه اقول ايه رايكم، بتهيألي كده بقت احلى، خليتها بيضة اكتر معرفش. المهم يعني الفيكسر ده انا كنت جبته ب 11 درهم وكميته 50 ملي، هما كل بتوع اسنس كميتهم 50 ملي. بقى من الحاجات اللي عجبتني في الميك اب الشهر ده وهو القلم اللي انتوا سالتوني عليه كتير على الريل بتاع انستجرام، القلم ده اللي هو من اتش اند ام، بس هحاول اجيب لكم اسمه انتو ذا بلو. القلم ده يا جماعه بقولكم كده عشان لو حابين تاخدوه سكرين شوت، بصوا عامل كده خطير خطير بمعنى الكلمه. بصوا اللون، بصوا الزرق، بصوا اللون عامل ازاي. انا بعمل بيه اي لاينر مش بحطه جوه العين، بس طبعا لو عايزه تعملي كده براحتك، بس keep in mind ان هو بيسيح، فلو انت هتحطيه جوه عينك ثبتيه مثلا بشويه باودر او ثبتيه باودر لونها ازرق عشان ما يتحركش من مكانه، بس هو كلون خرافه خرافه بجد ولا غلطه، اللون تحفه جدا وكان سعره برده رخيص جدا. بقى من الحاجات اللي انا ما حبيتهاش وبتهيألي انا اتكلمت عليه قبل كده يعني، انا طلعته معايا كذا مره، بس انا بجد بحاول ان انا استخدمه اللي هو يعني بحلل الفلوس او بحاول ان انا استخدم الحاجه باي طريقه، لو هي مش ظابطه معايا بحاول ان انا اجربها واستخدمها بحيث ان انا استغل الحاجه، بس بجد ده مش ظابط بكل الطرق، كل لما اجي احطه في عيني يخلي عيني تدمع، ولو حتى ماسكارا بتسيح، وبيبقى الموضوع مأساة بصراحه. ده اللي هو القلم بتاع ديبورا اسمه 2 in 1 جيل لاينر تقريبا،
تو ان وان جل كجل اي لاينر، والدرجه بتاعته رقم 6 اللي هو البيج. هو بيج على روز كده شويه. بص هو بيكتب على الايد حلو، بس لازم تقعدي تعملي كده جامد جامد جامد. فبالتالي انا عيني بتدمع جامد لما بحطه في عيني، فمش لاقي له بصراحه استخدام. يعني بالنسبه لي ده ويست اوف ماني وما يستحقش بصراحه فلوسه خالص، وكان يعتبر يعني في نفس الرينج الاسعار اللي هو 100-120 الكلام ده. ففي حاجات تانية لا احلى بكتير. يعني ده بعد الفيديو ده يبقى مصيره الزباله خلاص، ما مش لاقيه له طريقه. كل ما استخدمه عيني تدمع، ولو حط ماسكارا الميك اب بيهبب وبيروح، والكونسيلر بيكسر، وبعض عيط كتير وعيني بتدمع جامد. فبحس بمأساه عشان احطه فعلى ايه يعني؟ خلاص بقى ما ملوش استخدام خالص. انا كان عندي البني بتاعهم كنت بستخدمه كايلاينر، كان حلو، بس ده طبعا مش هحط ايلاينر بيج يعني، فمش حلوه يعني. بس ده كمان من الحاجات اللي انا كنت بحبها، بس ما اعرفش ايه اللي حصل فيها. انا بس هطلعها في غير المفضلات عشان السبب ده، بس هي غير كده هي حلوه. ده اللي هو من كاتريس واسمه جالاكتيك هايلايتر. ده شكله هو، عشان بس مكتوب عليه بالفضي كده فمش باين، بس المفروض يعني ان انا ما استخدمتوش كتير اصلا. بصوا كلكع وجمع كده تحت، وبقى فاصل نصه عن نص، يعني حتى صلاحيته ما خلصتش. صلاحيته لسه بدري قوي عليها، لسه يعني لسه عليها حبه. هو كافكت او كهايلايتر بيدي الهايلايتر الحلو جدا، بس كمان من كتر ما ناشف خلاص يعني. حتى قلبته كده والكريم اللي تحت ده نزل فوق، وحاولت اجيبه كده بالدروبر دي ما بيطلعش فيها خالص. هو كتل ومسك في بعضه جامد، ما عادش راضي يطلع خالص. بس هو كهايلايتر او يعني تحطيه برايمر كده للوش، او تحطيه كجلو على الوش، حلو جدا. بيدي الافكت اللي هو بسيط يعني، مش قوي قوي، بس تحس ان الوش كده بيلمع، او الوش فيه نضاره صحيه يعني. بس ما اعرفش ليه عمل كده. السكين كير، وفي حاجه من الحاجات اللي عجبتني جدا الشهر ده واستخدمتها كتير قوي، اللي هو السيروم ده بتاع اني فاجين. ده شكله، عشان في ناس كتير سالتني عنه الفيديو اللي فات. انا عملت فيديو تجميع كده لكل انواع السيروم، او اشهر انواع السيروم اللي انا جربتها واستخدمتها، لسه عاملاه من فيديوهين تقريبا، فهسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن بوكس. برضو كان في السيروم ده ومدحت فيه كتير جدا. السيروم ده حلو قوي 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 يعني. بصوا انا استخدمه منه كتير، ده الحبه دول يعتبروا كتير جدا على فكره، لان يعني هو مثلا لو خدت منه 5 ضغطات بيبقوا حبه قد كده، فبيقعد معاكي فتره طويله. كميته كبيره، سعره كان متهيألي 200 مش عايزه افتي في السعر، بس هو متهيألي 260 متهيألي يعني، مش عارفه. كميته 125 ملي، فعلى السعر. وبالنسبه للحاجات التانية لا بصراحه سعره حلو ومناسب جدا. ما فيهوش سيليكون، ما فيهوش مواد ضاره على الشعر، خفيف جدا على الشعر. ممكن تحطيه على الشعر وهو مبلول، ممكن تحطيه على الشعر وهو ناشف، ممكن تحطيه قبل الحراره. يعني استخداماته كتير جدا بصراحه، ومش شركات النظيفه يعني اللي انا جربت منها كذا حاجه. اي نعم مش كل حاجات ظبطت، بس يعني لا ده حلو جدا. من الحاجات اللي انا جربتها وعجبتني جدا الشهر اللي فات والشهر اللي قبله كمان، اللي هو السيرم ده بتاع الهيالورونيك اسيد من هيالو كونكس. الماركه دي ماركه مصريه اسمها اطلس، الشركه بتاعتها اسمها اطلس. والسيرم ده حلو جدا يا جماعه، بجد حلو جدا. لو انتوا كنت شفتوا الفيديو بتاع البدائل بتاع اللي انا عملته، بدائل المنتجات الغاليه، كنت اتكلمت عن الفيشي 89 اللي هو سعره معدي 600 جنيه. ده يعتبر بديل ارخص، وبرده من الصيدليه لو انتوا مش حابين ان انتوا تروحوا تشتروا حاجه من السوبر ماركت يعني. فده حلو جدا، اسمه هيالو كونكس، هتلاقوه على فيزيتا لو عايزين تطلبوا من على فيزيتا في السريع يعني، بدل ما تروحوا تسالوا عليه في الصيدليات وكده. وهتلاقوه برده موجود في بعض الصيدليات، اسالوا عليه. حلو جدا جدا، وبيرطب البشره وبيشد البشره وبيدي جلو. ده برده اللي انا مستخدماه قبل الميك اب النهارده، بس يعني الاستمرار عليه وبعده تحطي مرطب حلو جدا. وسعره كمان رخيص، كان سعره 220 جنيه، فبالنسبه لي السيرمز بتاع الهيريك اسيد فيعتبر السعر بتاعه حلو. اخر حاجه بقى في فيديو المفضلات بتاعه النهارده، وهو لوشن الشعر لتساقط الشعر او لتقويه الشعر. ده شكله من شركه اسمها شركه حياه، برضو شركه مصريه. السيرم ده اسمه تريكس، دي الاسم بتاعه لو عايزين برضو تاخدوه سكرين شوت. بصوا السيرم العلبه بتاعته حلوه جدا، الباكجنج بتاعه حلو جدا، بس ما عدا بس الحته دي بس، عشان معرفش ليه طريه كده او بتروح وتيجي كتير، مش ماسكه نفسها. فما بتيجي تضغطي وهي بعيده عن الشعر بتقعد
يعني تقعد تنزل كده وتلاقي نفسك بترشي غلط وكده. عدا ذلك هو حلو جدا يعني، ده بس حاجة عبيطة جدا بس ممكن تتعالج بسهولة يعني. برضو كان سعره يعتبر رخيص بالنسبة مثلا لو قارناه بالفيشي ديركوس. الفيشي ديركوس عامل دلوقتي 800 جنيه، او الكامينو موتو برضو عامل دلوقتي 800 جنيه داخل على 1000 يعني، فده تقريبا كان في حدود ال 250. بصوا في موضوع الاسعار ده يعني متاخدوش عليه قوي، بس هو تقريبا في حدود ال 250 جنيه، زاد شوية او قل شوية معلش يعني ما تاخدوش عليه عشان انا جايباه بقالي فتره طويله، بس هو يعتبر بالنسبه للحاجات التانية رخيص، فهو عجبني جدا. وانا عايزه بقى اوريكم يعني، مش عارفه تشوفوها ولا لا، بس بصوا ده بيبي هير طالع لي، ده واقفه كده، دي مش تبع حاجه، دي لسه طالعه لي جديد بقالي يعني طبعا بقالي فتره طويله بستخدمه. بصوا برضو من هنا، بصوا ده برضو بيبي هير طالع جديد. بصوا من هنا، لما باجي اعمل برضو شعري بالبيبي، لسه عارفين الشعر اللي بيبقى واقف ده، برضو كل ده شعر جديد طالع. بصوا هنا، بصوا شايفين دي، برضو ده شعر طالع جديد. طلع لي فعلا بيبي هير بعد استخدام، يعني انا تقريبا مستخدمه نصه بعد استخدام طويل جدا، جربته فتره طويله قوي، فعلا بيطلع بيبي هير بجد حلو جدا للشعر، بديل يعتبر ارخص بكتير من الفيشي ديركوس. لو انتم مش حابين ان انتم تشتروا الفيشي ديركوس او يعني غالي عليكم، ده فعلا بيدي نفس النتيجه، بس عيبه الوحيد ان الشعر بيزيد بعد يعني اليوم الثالث، خلاص بيبقى الشعر مبتدي يزيد، فهي دي بس العيب الوحيد اللي فيه، غير كده هو حلو جدا بصراحه. وهعمل لكم فيديو مفصل مقارنه بينهم هما الثلاثه، هعمل لكم ان شاء الله فيديو تفصيلي عنه هو والثلاثه اللي انا استخدمتهم ومقارنه بينهم، بس طبعا مش في الفيديو ده عشان ده فيديو مفضلات كده سريع كده. حلوين دي كل حاجه الفيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا واستمتعتوا بيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تعملوا سبسكرايب للقناه، وسوري على صوت الازعاج اللي كان موجود، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.